كل يوم تقدم شهداء فداء لتربها، إلا إن هناك طابور طويل من الذين باعوا شرفهم من أجل حفنة من الدولارات، باعوا الوطن من أجل مصالح شخصية. طبعا احنا مش هنقول أسماء لأن احنا في برنامج قضية رأي عام، مش هنقول أسماءهم عشان دول ناس نكرة، ما ينفعش ان احنا نقول أسماءهم. وصل لهم رسالة المخابرات المصرية، زي ما نجحت ان هي تجيب صيد سمين هشام العشماوي، عايز اقول لكم ان هيجي اليوم، هتيجوا على مصر، بس هتيجوا وانتوا مقبوض عليكم وانتوا بتتعبوا هنا في مصر. عايز اقول لكم ان الدول اللي بتحميكوا دلوقتي ممكن يجي الوقت ويبقى فيه مصالح شخصية وتبيعكم وتسلمكم. راجعوا نفسكم، بتشمتوا في شهدائنا، مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.